بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل إن شاء الله مع الدورة المتوسطة، ونحن الآن مع المد اللازم. نحن ما زلنا في المد الفرعي الذي له سبب، بمعنى أن هناك شيء سبب هذه الزيادة في المد أو المحافظة على الحرف المد بحركتين، فحالات مختلفة لكن هناك سبب. خلصنا من موضوع الهمزات، تحدثنا عن الهمزة التي تأتي بعد حرف المد، وتحدثنا كيف تؤثر هذه الهمزة على أنواع المدود إن كانت في نفس الكلمة أو إن كانت في كلمة أخرى. كذلك تحدثنا عن الهمزة إذا جاءت قبل حرف المد وكيف يتأثر على حرف المد بعدها، ثم جئنا بأمثلة تتراكب فيه أسباب مختلفة على نفس الكلمة، وتحدثنا ما هو القرار النهائي لهذا المد، كيف نسميه أو نغير تسميته بسبب وجود أكثر من سبب، ونعطي التسمية للسبب الأقوى. هذه من أنواع التي تتأثر بوجود الهمزة، خلصناها. والآن سنبدأ بالأنواع التي ستتأثر بوجود السكون، لأن إحنا حكينا من أسباب التي تجعل هناك مد زائد هو وجود همزة أو سكون حول حرف المد. الهمزة قبل أو بعد تؤثر على المد، أما السكون عادة يكون بعد حرف المد، فالسكون اللي بدنا نتحدث عنه هو بعد حرف المد. ليش؟ لأنه بطبيعة الحال لا يأتي سكون قبل حرف المد، لأنه هيك بينتفي تعريفه. تعريف حرف المد أن يكون خالي من الحركة وما قبله مجانس له. فإذا كانت ألف لازم تكون الحرف اللي قبلها مفتوح، إن كانت واو بتكون مضموم، وإذا كانت ياء بيكون الحرف اللي قبلها مكسور، فبالتالي تنتفي وجود السكون قبل حرف المد. فمعناته السكون اللي بنحكي عنه هو كله بعد حرف المد. كثير هون حنركز في موضوع السكون، إنه ما مصدر السكون، من وين أجى السكون على الحرف الذي بعد حرف المد؟ فهو الأسباب هذا سكون مختلفة، أسباب هذا سكون مختلفة، وفي كل مرة سنشرح لماذا هذا السكون موجود. السكون ممكن أن يكون أصلي، أصلي بعد الحرف المد أو حرف اللين. طبعا موضوع إنه حرف المد أو حرف اللين، حرف اللين هنا لنا دخل في موضوع، حرف اللين له دخل بموضوع السكون. المدود الزائدة على حرف اللين لا تحدث إلا مع حالة أو شرط وجود السكون، أما وشرط وجود همزة لا يؤثر على حرف اللين. أن تكون وراء حرف اللين همزة لا يؤثر على حرف اللين، اللي بيؤثر على حرف اللين من أسباب المد الفرعي فقط وجود السكون. فعشان هيك لاحظوا حرف المد أو حرف اللين هنا كتبوهم التنتين جنب بعض. طيب، في كلمة ممكن تكون السكون في كلمة أو حرف من حروف واضح الصور. ليش في كلمة؟ لأنه السكون في كلمة أخرى يجب أن يكون الحرف المد واللين موجودين في نفس الكلمة اللي فيها السكون، فمعناته السكون موجود داخل نفس الكلمة، ما راح يكون في الكلمة التي بعدها، لأنه في الكلمة التي بعدها بيختلف الحكم. إذا السكون موجود في الكلمة التي بعدها، حنتعرف عليه لاحقا في الدورة المتقدمة، حيصير إيش اسمه؟ حذف حرف العلة، وبالتالي وجود السكون راح يحذف حرف العلة بدل ما يزيده. فهذا هذا الشرط، إنه لازم السكون يكون أولا بعد الحرف، ثانيا أن يكون في كلمة واحدة، ويمكن أن يكون في حرف من حروف فاتح السور. حروف فاتح السور تعتبر لحالها كلمات، كل حرف من الحروف سألفظه بأصلي الحرف، أصل حرف ضاد، عفوا أصل حرف صاد، قاف، نون، لام، سألفظه كما هو موجود في فواتح السور. فكل كلمة من أسماء الحروف تعتبر كلمة، فالكلمات هذه دائما بتكون ساكنة، فهي السبب ليش كتبوا إنها ممكن تكون في كلمة، يعني داخل الآية داخل الكلمة، أو في فواتح السور. اعتبروا فواتح السور، حروف فواتح السور، الحرف الواحد لا يقال له ق وإنما يقال قاف، فكلمة قاف تعتبر كلمة، فحددوا إنه فواتح السور أيضا يأتي فيها هذا السكون الأصلي. هذا السكون الأصلي يمكن أن يأتي أيضا فواتح السور. السبب شرحنا إحنا سابقا إنه فواتح السور أو اسم حرف الهجاء ليس له محل من الإعراب، هو اسم الحرف وبالتالي ليس له معنى يتحدد في مكان في الجملة، ليس له أصلا جزء من جملة، ليس داخل تركيبة الجملة. هذه كلمة منفصلة لها من الإعجازات ومن التفسيرات ما يمكن أن ترجعوا لها من إعجازات هذا الحرف ولماذا هو موجود في المصحف في بعض التفسير. طبعا بالآخر هو الله أعلم بمعناها، ولكن الكثير حاول أن يجتهد فيها. فليس لها جزء من الجملة القرآنية، ليس جزء من آية،
هو منفصل، هاي الكلمة منفصل، فاعتبروا أحبوا إنه يحطون إياها ويفردوها عشان ينبهوا إنه هذه دائما حركتها السكون الأصلي، ما عدا حالة واحدة اللي حركت عند الوصل في سورة آل عمران، حتاخذوها لاحقا إن شاء الله كمان بالمتقدمة، بس حرف واحد الميم، ألف لام ميم آل عمران، فيها وجوه عند الوصل، واحدة من الوجوه أن نوصل بما بعدها، وعند هذا الوجه يتغير نوع المد ويتغير حركة آخر الحرف من حركه لفتحة بسبب الرواية. طيب إذا هذه فواتح السور وصلتها فيما بعدها أو قطعتها، في كل الأحوال حتظلها ساكنة لأنها أصل ساكن، الأصل أن يكون ساكن. طبعا بالنسبة للكلمات اللي السكون الأصلي موجود داخل الكلمة، يعني في وسط في الحروف الوسطى، حيكون أيضا ثابت وقفا وصلا، لأنه لن يتأثر بالوقف عليه. وحتى لو وقفنا عليه، نفترض أنه السكون موجود بآخر الكلمة، بس سكون أصلي، كلمة لها سكون أصلي في آخر الكلمة، برضو هاي عند الوقف أو الوصل حتضلها ساكنة لأنها سكون أصلي، لم يحرك هذا السكون لالتقاء ساكنين بعده. فإذا هاي الحالات اللي بيجي فيها سكون. إذا سنعرج مرة أخرى على أنواع السكون وأسبابه. طب أما إذا كان حرف المد، هلا لاحظوا إنه قاعدين ننتقد هاي الشرط، شرط شرط، قاعدين بنحاول نشوف إذا ما كان متوفر شو حيصير عكسه. إذا كان هذا الشرط غير متوفر، ماذا سيحدث للحالة واللفظ بعدها؟ فأولا، أما إذا كان حرف المد آخر الكلمة والسكون الأصلي في كلمة أخرى، إذا في السكون في كلمة أخرى، فإننا نحذف حرف المد عند وصل الكلمتين. عند الوقف نرجع مد طبيعي، لكن عند الوصل سينحذف هذا الحرف، وهذا النوع الذي تقدم الحديث عنه، يثبت وقفا ويحذف وصلا. هنا واستبق الباب، واستبق الباب، هنا سأحذف حرف المد الألف، أصلا همزة الوصل لا تلفظ عند المد، عند الوصل هي ليست همزة أصلية وليست حرف مد، هذه عند الوصل كأنها ليس لها وجود، فباللفظ بنط من القاف المفتوحة إلى اللام المظهرة، هنا لام مظهرة، لام ساكن، فقل قل، هنا حرف المد حذف، فبالتالي السكون اللي موجود هون أثر عليه بأنه حذفه مش زاد مده، هذا العكس. مثلا هي كمان أمثلة أخرى، بس لاحظوا دائما الساكن اللي موجود في الكلمة الثانية، بما أن العرب لا تبتدأ بساكن دائما في وراها همزة وصل، فأنت لما تشوفي همزة وصل، همزة وصل اعرف انه الحرف الذي بعدها ساكن. هنا مثلا اتخذوا، لاحظوا ان التاء مشدده، وين الساكن في الموضوع؟ الحرف الاول، الحرف المشدد عباره عن حرفين، وهذول الحرفين واحد منهم ساكن واحد متحرك حسب حركه الشده. فمثلا هذا اللي موجود عندنا، هذا في عباره عن حركتين، عن حرفين، في عندنا تاء ساكن عليها سكون، وفي عندنا تاء مفتوحه، هذول اتحدوا مع بعض وادغموا وشددت الحرف، هذا الحرف، إذا هذا هو الساكن الثاني. الواو ساكنة لأن حرف المد دائما ساكن، مثلها مثل الألف المدية دائما ساكنة. طيب هنا مثلا هاي مع إني مش شايفة سكون فوقها، هي بالتعريف دائما ساكن، وإن كانت معرّة من الحركة، مش شايفة حركة فوقها، مش شايفة رأس الخاء صغيرة فوقها، الفوق حروف المد لا ترسم. شوفي هون السكون واضح، هاي سكون، وين السكون هون؟ بدنا نعرف كل مكان وين السكون. السكون هون موجود في الحرف الأول، لأن التاء عبارة عن هالتاءتين، واحدة ساكنة واحدة عليها فتحة، فإذا السكون هون، هذا الحرف الأول من المشدد. المقيم الصلاة، وين السكون؟ السكون موجود في الحرف المشدد الصاد، لأن الصاد مشددة فيها حرفين، واحد ساكن واحد مفتوح. طب من وين أجت تشديد هذا؟ هذا ليس من أصل الكلمة، هذا بسبب الإدغام. اللام بطلت تلفظ لأنها شمسية، الهمزة الوصل أصلا لا تلفظ، وهنا بسبب وجود الساكن هذا الحرف لا يلفظ. فأنا بنط من والمقيمس مس أطول، بنتقل من الميم المكسورة إلى الصاد الأولى الساكنة، ثم بعطيها زمن زيادة بسبب أنه مشدد ورخو. فهاي هي عملية أن تكون ما هو أثر السكون على ما هو أثر السكون على حرف المد إذا كان في كلمة أخرى. فإحنا هنا عم نحكي عن إن أن تنتفي وجود أن تكون في كلمة واحدة، إذا انتفت صارت في الكلمة الثانية، صار حرف المد يحذف بدل أن يزاد. طب سبب التسمية لماذا سمي لازما؟ للزوم سببه في حالتي الوقف والوصل، فإذا لازم، ما في عنا خيار آخر، وأيضا للزوم مده عند كل القراء، فكأكثر من سبب ليش سمي لازما. أولا لأن السبب ثابت، ثانيا لأنه التزم كل القراء مده، والتزموا أيضا بمقداره، ست حركات اتفاقا في الوقف والوصل. طيب إلا في حالات فيها أوجه،
واحدة من الحالات اللي فيها أوجه اللي حنحكي عنها مثل حرف العين في فواتح السور، في كلمة الله، حنحكي عنها في الوجه الأوجه، لكن في الوجه الذي فيه الست حركات هو لازم. لأن أنا سألت الشيخ طب كيف لازم، إحنا بنحكي متفقين على مده ومقداره، قال في الوجه الذي فيها مد متفقين كل القراء، أما إذا كان فيه وجه آخر فيكون الوجه الآخر هو الجائز. طيب أما الوجه الذي فيه مد، المد ثابت وصلا موقفا، وثابت أيضا في المقدار دائما ست حركات كما مده كل القراء على هذا الوجه. أما في الوجه الآخر الذي ليس فيه مد فهو من الأوجه الجائزة في هذا الحرف. طيب بس عشان نعرف موضوع إنه هل المد اللازم دائما أحكي عنه لازم؟ نعم لازما، حتى وإن كان الكلمة أوجه. من الكلمات اللي فيها أوجه في المد اللازم مثل عين في فاتحة سورة الشورى ومريم، حرف العين له وجهين، في حنيجي كمان على فاتحة سورة ألف لام ميم آل عمران عند وصلها بما بعدها، في وجه من الوجوه أن لا يمد ست حركات، في الله الذكرين والآن برضو فيها وجه أن لا يمد ست حركات. فهذه الكلمات اللي فيها وجوه اكتب لي إياها هون عشان بس تعرف أنه في وجوه للمد اللازم. فإذا المد اللازم على وجه المد يكون لازم، على وجه المد ست حركات هو هنا بيكون لازم. فإذا حرف العين في فاتحة سور، فاتحت سورة كفى يا عين صاد والشورى، والألف لام ميم آل عمران بالوصلي، والحالة الثالثة اللي هي الله الذكرين وآل آن. طيب نكمل. فإذا هنا حكوا عن الوجوه، فإذا هي ثلاث حالات مش بس هذه. فالعين بالذات ليش حكوا أفردوا العين؟ لأنه هنا احنا بنحكي عن حالة خاصة لواحد من الحروف هو نفس الحرف دائما الوجه هنا، في لأنه حكينا انه فوق في فاتح السور حكينا لها وجه المد اللازم، إلا إذا كان من العين يكون له وجهين، وفيه أن إلا عين فإنه يجوز الإشباع المتوسط، وسيأتي الحديث عن ذلك. وحنحكي عن كل مد، نرجع نحكي الثمان معلومات أو السبع معلومات عن كل مد، هل شو حرف المد وما سبب المد فيه، وما اسم الرسمي النهائي خاصة لما يجتمع عليه سببين للمد، بعدين كم مقدار المد، وكم ما حكمه، وما المقدم فيه، وإذا له استثناءات أو تنبيهات. فمن فواتح السور في عندنا استثناء لحرف العين كنفسه، الحرف نفسه فيه الاستثناء، أما ألف لام ميم كان استثناء بسبب الوصل، هذيك مش الحرف الإشكال، وإنما الطارئ اللي صار إنه وصلناه بما بعده وما بعده ساكن. كل حروف الهيجاء في فواتح السور يأتي بعدها حرف متحرك، إلا هذه الحالة كانت في آل عمران الحرف بعدها ساكن فلزم تحريك الساكن فجاءت الأحكام فيه، حناخدها إن شاء الله. حكمه، ما حكمه؟ اللازم، لزوم، اللزوم. والفرق، طب شو الفرق بين اللازم الواجب؟ واعتبار ذلك المعنى اللغوي فالفرق بينهما لا يجوز قصر أحدهما عند أحد. إذن إحنا الواجب عندنا اختلف القراء في مقداره، أما اللازم لا يجوز، فبما أنهم اختلفوا في مقداره معناته مش دائما إشبع. الواجب مش دائما إشبع، في بعضهم بيشبع وفي بعضهم ما بيشبع، وفي وجوه في فيها إشبع، فبالتالي هذا هو الفريق. أما اللازم دائما يشبع ودائما يمد. طيب وعند الجميع القراء مثابتين عند جميع القراء. ما مقداره؟ بجميع فروعه من الست حركات. اللازم من الست حركات اللي إلها مرة ثانية المسمى الآخر الإشبع. فروعه فرع إلى فرعين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. حرفي اللي قلنا مرة تانية موضوع الحرفي اللي معناه في حروف فاتح السور، يتفرع كل منهما إلى مثقل ومخفف، الحرفي كل منهما، وهذا المد لازم إلى مثقل مخفف، والمد الحرفي لازم مثقل مخفف. شو معنى مثقل وشو معنى مخفف؟ يعني أن يأتي بعد حرف المد إذا كان في شدة، السكون جاي من الشدة، واللي حكينا الشدة دائما الحرف الأول فيها ساكن والثاني متحرك حسب حركتها، حسب الحركة، فهذا بنسميه مثقل. فبما أنه جاء بعد حرف المد سكون من شدة بنسميه مثقل، إذا جاء السكون لا، نبس ببساطة أنه الحرف ساكن في أصله أو سكن بسبب الوقف، أو سكن له سبب، سبب الوقف، الحالتين سكون خفيف، لاحظوا أنه مش مثقل في الشدة في الموضوع. فالمثقل مختلف عن المخفف. طيب فهذا هو الفرق، ما معنى مخفف ومثقل، يعني بمعنى آخر السكون اللي جاي بعده جاي من شدة ولا جاي بس سكون لوحده. طيب وهنا الشعر أقسام لازم لديهم أربعة،
وتلك كلمي وحرفي معه. فإذا كلمي في كلمة وحرفي في فاتح السور، وكلاهما مخففون مثقل، فهذه أربعة تفصل. إذا هاي صار لكل نوع بدنا نرجع نقول هذا له مخفف مثقل وهذا له مخفف مثقل. نبدأ بالفرع الأول وهو المد اللازم الكلمي، وهو نوعان. أول شيء المثقل، بدنا نجي نشوف إذا بما أني حكيت مثقل معناته حتوقع إنه بعد حرف المد هناك شدة، هناك شدة. فإذا معناته أنا بدي أشوف مين الحروف اللي فيها شدة بعدها، أن يكون طبعا لاحظوا الشدة فيها سكون أصلي، الشدة لا تكون في الكلمات في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة إلا أن تكون أصلية. الشدة اللي بتكون في أول الكلمة خاصة بعد حرف حرف التعريف هذا علامة ضبط، علامة ضبط بعد أل التعريف، أو في بداية الكلمة في همزة وصل ثم اتخذوا، اتخذوا هذه لا بتعتبر أصلية، اتخذوا. أنا بحكي عن اللي بتكون بعد لام التعريف، هاي بتكون علامة ضبط ادغام. طب حرف أول ليس وقبله همزة وصل، يعني همزة الوصل دليل إنه لما تكون في الكلمة مثلا خلينا نرجع لواحدة من الكلمات اللي كانت هون، بس خلينا اتخذوا، اتخذوا أو اتخذ. طب هاي اتخذ، طب اتخذ لاحظوا إنها شدة بعد همزة وصل، همزة الوصل هذه وجدت أصلا عشان أوصل لهذا الساكن الأصلي، فإذا هذا سكونه أصلي ما دام همزة الوصل مباشرة قبله. أما إذا كانت همزة الوصل بينه وبين الحرف المشدد لام، فإذا هاي من حالات إدغام اللام الشمسية مع الحرف الذي بعده، فهذا شدد بسبب الإدغام، هاي علامة ضبط. طيب علامة ضبط، فاللي احنا بنحكي عنه اصلي، اذا يا بيكون في نص الكلام او سبقه همزه وصل، برضه اعتبرنا انه هذا حرف وهذا حرف بالتالي مش ببدايه الكلمه. طب تخيلي كلمه نفترض انه الشد على اول حرف منها، نجيب كلمه مثلا اللي فيهم ادغامات مع الحرف الذي قبله، خلينا نجيب بس ادور هنا على كلمه مثل ندور على كلمة فيها إدغام. مثلا هاي كلمة وجدنا هيها مؤمنين، طيب هذه الشدة موجودة بالضبط على الحرف الأول، هذه الشدة موجودة بالضبط على الحرف الأول، هل أعتبرها أصلية ولا لا؟ الجواب لا، هاي لو بدي أبدأ فيها بقول مؤمنين، لكن وجدت الشدة لسبب وجود إدغام مع ما قبلها، في هنا حرف أدغم مع كلمة مؤمنين، فهذه علامة ضبط، هذه لا تعتبر شدة أصلية. بس حبيت أنه أعطيكم مثال على شدة ليست أصلية وعشان نعرف التسمية من أجل أنه لازم الكلمي لازم تكون الشدة أصلية. إذا السكون أصلي ليش؟ لأنه جاي من الشدة أصلية. طيب فإذا هنا ما بنحكي عن هاي، قاعدين بنحكي عن هاي، فكلمة الضالين وين اللي بنحكي عنه مثقل؟ هي هون، ليست هاي الشدة، الشدة هاي ساكن بسبب إدغام اللام الشمسية، أما اللي بنحكي عنها هي هذه. مرة ثانية، الشدة أول حرف ساكن وجاء قبلها حرف المد، فبالتالي حضطر أمدها ست حركات. الحاقة القاف الأولى مشددة، فإذا القاف هنا مشددة بعد حرف المد، الحرف الأول إذا ساكن فجاء المد مع ساكن فبالتالي مدنا. أتحاجونني بنمدها ست حركات لأن الجيم المشددة برضو فيها الجيم. ولم يقع مثال للياء، يعني لا يوجد ياء في القرآن بعدها حرف شدة، ما في مثال، بس هي فكرة أنه ما في مثال، بس لو كان في حرف مشدد كان حنشدده، بس ما في مثال من ذلك. الأمثلة أكثرها للألف، أكثرها للألف مثل كلمة جانن، وبعضها قليل للواو. إذا بدنا نعرف كيف إنه نوصل ندور على هاي بس باستخدام برنامج الإحصاء القرآن الكريم، خليني أعلمكم بس سريعا. خلي بما أننا حكينا عن مين اللي بيجي شدة، أنا بدي ألف، بدي أي حرف علامة عفوا، خلينا أحوله بس عربي طبعا، ألف
ثم أي حرف، هذا معنى أي حرف، ثم أضع فوقها الشدة. طيب، فبدي أدور وين في ألفات وراءها الشدة، والألفات لا تكون إلا بدنا إياها مادية. طيب هي كلمة الضالين، هنا الذين في عليها شدة بس جاي من الحرف الذي قبله. خليني أحدد إنه هذا حرف مد. كيف أحدد حرف مد؟ بأضع قبله فتحة. هي هيك تعريف حرف المد، ما قبله مفتوح هو عاري عن الحركة، ما بعده الحرف أي حرف مشدد. هنا نشوف كم مثال للقرآن. طيب هاي شايفوا الذين راحت، لأنه اعتبرها هذه ليست ألف مدية لأنه هذه همزة وصل. فإذا هاي الضالين مثلا، هاي مثال ألفات، هاي مثلا الذين هنا حط ضلت موجودة. خلينا أروح فاتقوا اعتبر في واحدة من أشياء مشاكل البرنامج، مرات بيعتبر همزة الوصل بالتعريفه هي ألف، فعشان هيك مرات بتلاقي في بعض الأمثلة بيعتبر لي الهمزة الوصل هي منها، فهي اللي يحاجكم. طيب خليني أحاول بس أعمل شغلة كنت مرة أعملها، إنه نحط نقطة ثم ناقص همزة الوصل. خليني أعمل ناقص همزة الوصل، أدور لهمزة الوصل أعملها كوبي بيست لأنه مش موجود على الكيبورد. نقطة ناقص همزة الوصل. طيب إذا أنا بدي أي حرف مفتوح بعده ألف بعدين أي حرف آخر وراءه شدة. طيب هاي الآن شلي كل، لحظة، ناقص همزة الوصل يعني شلي كل الأمثلة اللي فيها همزة وصل. طيب هاي احتفظ لي الآن بالجواب النهائي. هاي ضالين، شوفي كم حرف، كم كلمة عندنا: دابة، جانن، مدهمتان، جانن، تضاروهن. هاي كلها عبارة عن كلمات للمد. هايهم كم النتيجة؟ 10 كلمات يعني اللي فيها مد لازم. طيب بعض الكلمات لاحظوا إن ممكن تكون لها أكثر من موضع. طيب ممكن هذه الكلمة يكون فيها أكثر من موضع. طيب هاي الكلمات، فهلا أنا بدي الواو قبلها شدة، بس مع الواو. طيب الواو كيف بدي أقول؟ بدي أقول قبلها ضمة. طيب هاي الضمة، بعدين عندي واو، بعدين عندي أي حرف ومشدد حطت له شدة بحث. أوكي الواو ما اعتبرها ساكنة، خليني أعتبر الواو أحط عليها سكون بس هيك عشان بس برنامج إنه يعرف لي إنه هذا الواو اللي بدي إياه. لا الواو ما اعتبرهاش المادية ساكنة. بحث الواو المفتوح طلع لي إياها. طب خليني أعمل إذا ناقص الاستثناء، أحط الاستثناء نقطة ناقص واو مفتوحة. هيها تأمروني، طلعت لي تأمروني. طيب هاي في واحدة من الكلمات. طيب أتحاجون ممكن تكون واو مكسورة، أشيل. طيب خلينا هاي واحدة من الكلمات اللي فيها واو. طيب نيجي بعدها اللي بعدها نكمل بالحروف. إذا حكينا الياء ليس لها مثال في القرآن. أتحاجوني موجودة بس ما طلعت لأنه الحرف اللي بعدها شدة مكسورة، شكله ما تعرف عليها البرنامج. طيب برجع إن شاء الله أبحث عنها، وإذا استطعت أطلع لكم قائمة بهاي الكلمات بإذن الله اللي فيها المد لازم الكلمة المثقل بطلعها بإذن الله تعالى. هلا سبب التسميه لانه موجود في كلمه، وجود لوقوع الساكن الاصلي في حرف مد في كلمه واحده، السكون والمد في نفس الكلمه، ولا تكون في كلمتين كما قلنا لانه اذا في كلمتين بيصير شيء اخر وهو الحذف. لماذا سمي مثقلا؟ لكون الساكن مدغما مشددا. الحرف المشدد هو عباره عن حرف مدغم حقيقه، يعني في حرفين ادغموا مع بعض ورسموا بحرف واحد فقط وعليه الشده، معناته في حرفين الاصل، فهذا ليش سمي مثقلا، مما يؤدي الى ثقل النطق به. طيب فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، وكلاهما مثقل إن أدغم. إذا المد الكلمي ممكن يكون مثقل إذا كان في الحرف اللي بعده مدغم، أي بمعنى آخر عليه شدة. وجه المد المثقل، طب ليش؟ أنه يثقل الجمع في الوصل بين ساكنين وهما حرف المد الساكن والحرف الساكن بعده، لذا زيد في المد. يعني ما بيصير نجمع حرفين ساكنات في نفس الكلمة. طب المد اللازم الكلمة المخفف، هاي الحالات لا يوجد شدة
طب من وين جاي السكون؟ جاي من وجود تحويل لواحدة من الهمزات، وهو أن يقع بعد حرف المد، حرف ساكن سكون أصلي غير مدغم مخفف، وهذا ذلك الآن لا يوجد غيره، الآن الآن كانت الآن، فدخلت همزة الاستفهام على الهمزة المحققة، هذه في الرواية نمدها 6 حركات تحولت لحرف مد. إذا كانت همزة محققة وهمزة محققة، هي الآن الكلمة الآن، فبدي أدخل عليها همزة الاستفهام بدي أدخلها على همزة محققة، ففي روايتنا نلفظها 6 حركات. ليش؟ لأنه هذا الحرف الهمزة تحولت إلى حرف مد، لما تحولت إلى حرف مد الآن كلمة الآن أصلاً اللام فيها ساكنة، فبالتالي تحولت إلى أنها تصير 6 حركات. طيب، تحولت إلى أنها تصير 6 حركات، وهي موجودة في موضعين في سورة يونس ولا يوجد له مثال آخر. سبب كونه كلميا مرة ثانية لأنه دخل في كلمة واحدة. لماذا سمي مخففا؟ لأنه لا يوجد بعده حرف مشدد. طيب، طب هيك خلصنا من المد الأول، الحالة الأولى اللي هي مد كلمي. طب مد الفرق، هنا جاء الله الذكرين في الموضوع، دخلت همزة الاستفهام مرة ثانية على همزة الوصل في الكلمة في الأسماء هذه، وهنا دخلت في الله الذكرين على همزة وصل. لاحظوا ليش إنه فرقناها عن السابقة، لأنها دخلت على همزة وصل وليس على همزة محققة، فإن همزة الوصل تبدأ الحرف مد ويسمى هذا مد الفرق، وهو نوع من أنواع لازم يكون سكون الحرف الذي بعده المد أصليا لازما وليس عارضا، سواء كان مثقلا أو مخففا. طيب، إذا هذا له مد الفرق أيضا، هذا يسمى أيضا مد الفرق. لاحظوا هنا مرة ثانية دخلت عنا همزة همزة وصل، دخلت عليها همزة استفهام، فتحولت هذه إلى حرف مد، وهي لام أصلا مدغمة غير ملفوظة، والذال بعدها مشددة، فأصبحت هنا عندنا مد لازم، صار في سكون مع سكون، سكون الألف المدية التي أبدلت صارت ألف بالرواية، والذال اللي فيها الشدة، فسكون مع سكون مدينا هاي 6 حركات. سمي مد الفرق لأنه يفرق بين الخبر والاستفهام، دخول موضوع دخول همزة الاستفهام. فإذا أذكرين الله والآن كلها سميت بمد الفرق، هي نفسه مد لازم وهو كلمة ما زال كلمة، لكن أعطوه هذا الاسم الخاص، هذا اسم خاص لهما على أن نريد أن نفرق بين الخبر والاستفهام، أي أننا بالمد فرقنا بين هذه الكلمات ونظائرها التي ليس فيها استفهام. فعندما تدخل همزة الاستفهام على اسم معرف بلام التعريف، تبدل همزة لام التعريف ألفا مديا ليفرق بين استفهام الخبر، أي تبدل همزة وصل لا همزة استفهام، وتمد لالتقاء ساكنين مدا مشبعا 6 حركات. هذا الوجه هو الأولى والمقدم في الأداء اللي هو الإشباع. يجوز التسهيل، حكينا الوجه الثاني، يجوز التسهيل وهي أن لفظ همزة الوصل بين بين، يعني لا هي مد ولا هي همزة، الله الذكرين الآن يعني عملتي مفتوحة ثم الثانية عملتيها زي كأنه في فتحتين ورا بعض، صارت هاي الهمزة المفتوحة الأولى كاملة ثم هاي اللفظ بين مد وبين همزة اسمه تسهيل. وكيفية النطق بها زي ما حكينا، حالة متوسطة بين همزة المحققة والألف، ولكن لا يوجد فيها مد. زمنها زمن الهمزة المسهلة، زمنها زمن حركة أخرى، يعني كأنك حطيت الهمزة كمان حركة، فأعطيتها حركتين، ولم يأتي هذا النوع إلا في هذه الكلمات الواردة. فهمزة الوصل أبدلت لأنه ستجتمع همزتين إذا كانت عندنا همزة استفهام، والهمزة الوصل ليست محققة بالأصل لكن بالابتداء سألفظها محققة، فهي الموضوع لما حكينا هون عن همزة الآن، الهمزة الثانية هي همزة سألفظها محققة بسبب الابتداء، فدخلت عليها همزة الاستفهام هلأ بس أبتدأ سأحولها. طيب، فالمخف في لحظة مد الفرق هون لاحظوا أنه مثقل، مد الفرق هون مثقل، مد الهون مخفف، واسمه أرض أي له اسم آخر مد كلمي مخفف أيضا. طب المد الحرفي اللازم هو أن يكون هذا المد في فواتح السور اللي حكينا عنه، فمعناته هي ليست كلمة وإنما هي حرف، ولكن اعتبرناها كلمة باعتبار أن هذا الحرف لفظ ككلمة كاملة وهو اسم الهجاء، وهو اسم الهجاء، وحاصل مجموعه الحروف 14 حرفا وردت في فواتح 29 سورة المجموعة، ومجموعة صله سحيرا
من قطعك أو طرق سمعك النصيحة أو نص حكيم قاطع له سر أو صح طريقك مع السنة. كل هذه الحروف التي فيها الحروف 14 حرفا موجودة في هذه الكلمات. مع السنة اللام منهم، الألف ليست منهم، هاي همزة وصل فلا تعتبر الألف، لأنه ألف لما أحكيها ليس فيها حرف مد، أنا أقول ألف، ألف همزة مفتوحة لام مكسورة فساكنة، فبالتالي هي ليست معهم، هاي همزة وصل بس، يعني عشان أقول لكم أنه الألف وهنا ليست من الحروف. طيب، تنقسم هذه الحروف من حيث المد وعدمه إلى أربعة أقسام. فإذا الألف، هلأ هاي طبعا هاي كل حروف فواتح السور، هاي كل حروف فواتح السور. طيب، هاي جميعها، هاي جميع الحروف، لكن هاي الألف الوحيدة اللي ما فيها مد، لا يوجد فيها مد، أما الباقي له مد، فتقسموها إلى ثلاث أقسام. في ما في مد، إذا حكينا كلمة ألف وتقرأ ألف، ما يمد حركتين وأخذناه مع المد الطبيعي وسبنا فيه اللي هي حي طهر، الحاول يا والطاول، ها لاحظوا إنه فيها حرف مد ولكن ليست على، ليس بعدها حرف مد، عفوا حرف صحيح آخر، هي حا يا طا. بس انتبهوا هون، بالله يكتبوا لي إياها، إنه هون شو بتفرق هاي عن اللغة العربية؟ حتلاقوا في بعض المراجع العربية لما يكتبوا لك حا بكتبوها هيك همزة حاء طاء، طيب راء، حتلاقيها هيك مكتوبة في بعض مراجع اللغة العربية. إحنا عندنا في القرآن، سألت عن هذا الموضوع، طب إحنا كيف في همزة في بعض المراجع اللغة العربية مراجع رسميا وهنا لا يوجد؟ قال الشيخ هي هي لهجات، ونحن نأخذ باللهجة التي ليس فيها همزة، لأنه موجود بالهمزة في مراجع عربية أصيلة مكتوبة راء طاء حاء مثلا، فقال إنه إحنا القرآن موجود باللهجة التي ليس فيها همزة، فعندنا هاي الكلمة حا طا را ها ما في همزة بالآخر، فعشان هيك هي من حرفين. فاكتبوا لي إنه لا يوجد همزة، حطينا إكس على الهمزة لأنها لا غير موجودة في القرآن، فأسماء هذه الحروف من حرفين حا يا طا ها را من الحرفين، ومدها المد الطبيعي. عندنا ما يمد أربع حركات، لاحظوا أنهم مقسمينهم على مقدار المد، فلا مد اثنين أو أربعة أو ستة. طب فإذا هذول الاثنين اللي ما فيهم مد، هذول الاثنين ما فيهم مد لازم، إحنا ما زلنا في المد اللازم، فإحنا هلأ اللي بدنا نحكي عنهم هم هذول الاثنين، هذول اللي بنطبقوا علينا في المد الحرفي اللازم. ما يمد أربع حركات أو ستة، العين لحالها موجودة وهي لأنه وسط حرف لين. شو اللي فرق عن الباقي الكلمات سنقص لكم أو نقص عسلكم، موجودة اختصارين لها، إنه هدول كلهم حروف مادية حقيقية. سين، السي في أولها مكسورة زي الياء، نون، قاف، صاد، لاحظوا إنه كل واحدة منهم حرف مادي حقيقي، لكن هاي هذا حرف لين، هذا حرف لين، عين ساكن وما قبله فتحة، فإذا هذا هو الخصوصية لحرف العين لأنه حرف لين. ففي الإشباع هو المقدم في الأداء، ولكن ممكن أن يجوز على أربعة، هذه في روايتنا العين فيها ستة أو أربعة والمقدم هو الستة. هلأ باقي الحروف اللي هي نقص عسلكم أو سنقص لكم، كلاهما المختصرين فيها نفس الحروف وهي من المد اللازم الحرفي العادي، خلاص مد لازم حرفي، هنا مد لازم حرفي فعلى وجه واحد، في وجه آخر ليس فيه المد اللازم الحرفي، بس عشان التسميات تعرفوا أنتوا شو التسميات الرسمية لكل حرف من هذه الحروف عند المد فيها. وقال الجمزوري واللازم الحرفي أول السور، موجود دائما هاي موجودة فواتح السور دائما في بداية السور، لا توجد هذه الحروف المقطعة في داخل السور أو داخل الآيات، وإنما موجودة بأول آية في أول السورة أو أول كلمة في أول السورة، فدائما موجودة في أول السور. وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروفه كم عسل، عسل نقص، كم عسل نقص،
وعينه دول وجهين والطول أخص. العين لها وجهين لأنها حرف ميم، والطول أخص يعني الوجه المقدم فيها. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده لا ألف، الألف ليس من الحروف اللي فيها مد، لاحظ ألف ليس فيه ولا حرف مد، باقي الحروف اللي هي حي طهر فمده مد طبيعي ألف، تعودنا عليه أو ألفناه. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر، هي لاحظ أنه كلمة أخرى للاختصار، قد انحصر هذه الحروف. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا الشهر، هاي يمكن صله سحيرا من قطعك هو أشهر المختصرات اللي فيها كل فواتح السور، هي كل فواتح السور. لاحظوا إنه غير الألف، حط هنا ألف داخل هذا الاختصار هون حي طاهر عشان وزن الشعر، بس قال لك إنه الألف ليست منهم وبس حطها حتى وزن الشعر. طيب لماذا سمي حرفي مرة ثانية؟ الساكن موجود بعد حرف المد في حرف من حروف الهجاء الواقع في فواتح السور، يعني مختصة بفواتح السور اللي هي حرف، أنا شايفيته الألف اللام، أنا شايفيته حرف مرسوم، لكن لما أجي ألفظها ما بلفظها حرف، بلفظها كلمة كاملة. فلذلك هي هذا السبب إنه تسميته حرف، حرف لأن أنا شايفيته حرف، الألف شايفيته حرف، اللام شايفيته حرف، الطاء شايفيته حرف، أنا شايفة حرف بس ما بحكيها طاء، بحكيها طا سين، إذا بدي ما بعدها بتصير سيم وهكذا. فالفكرة إنه أنا شخص شايف حرف لكن هو يلفظ كلمة، فهذا ليش سمي حرفيا. وينقسم هلا المد الحرفي إلى نوعين، مثقل ومخفف، وهنا بيانهما. المد لازم الحرفي المثقل هو أن يكون هناك حرف وحالة إدغام. ليش حرف حالة إدغام؟ لأنه الاسم الأول اللي على ثلاثة حروف الحرف الأخير منه مع الحرف الذي بعده اللي حنبدأ فيه الاثنين فيهم حكم إدغام، يتوسط حرف المد. حرف الثالث سكون أصلي مدغم فيما بعده لأنه أضغمناهم، مثل لام ميم، لام حلفظها ميم ساكنة في كلمة لام، ثم بدأت بعدها كلمة أخرى اسمها ميم، طب التقت الميم من هون والميم من هون، ما حكمه متماثلين وصغير صار إدغاما. فبما أنه أدغمت، بما أنها أدغمت فمعناته صار في عندنا شدة، دائما إحنا شو الإدغام؟ دخل الحرف الأول في الثاني مشددا، فصار شدة، بما أنه صار شدة معناته صارت لا لام في قبل المد هنا صار مثقل لأنه ما بعده مشدد، فتلفظ ألف لام ميم، ست حركات، ست حركات وغنة حركتين، لا تنسوا الغنة الحرف المشدد. وموجود انفصال آخر تصميم مين مرة تانية، لأنه السين والميم بينما حكم السين زي حكينا فاتح صور دائما ساكنة، وأجا بعدها كلمة ميم فصارت علاقة الصغير، صارت علاقة اللي عندنا إحنا التقارب اللي موجودة بين النون والميم، التقارب الشديد في الصفات وحتى مطابقة بالصفات بين النون والميم، فأضغم مع بعض، فهذا أدى إلى أنه صارت في شدة لأنه هذا سيلفظ مشددا. فإذا النون اختفت أضغمت في الميم والميم مشددة، فالآن صار عندي المد هنا بعده شدة باعتبار أنه هذا الشدة جاي من الحكم، فسمي مثقلا لكون الساكن الثاني اللي هو مضغما مشددا يثقل النطق به، صار نفس تعريف المثقل الكلمي. المد اللازم الحرفي المخفف هي الحالات التي لا يوجد حكم إدغام بعدها، لكن لاحظوا صاد سهلة، صاد خلاص كلمة خلصت الكلمة صاد، وبعدين بتيجي الآية اللي بعدها حرف متحرك. طيب نون والقلم يسطرون في نفس الآية، هم مع بعض الآية رقم واحد، ولكن النون والحرف اللي بعدها مفتوح، فبالتالي هنا امتنع الإدغام، هنا مع أن النون ساكنة والواو بعدها مفتوحة وهي حالة من حالات إدغام، لكن يمتنع عندنا إظهار مطلق في هذه الحالة، فبرضو ما أدغمناها. طيب ألف لام راء، الميم في كلمة لام والراء، الميم الساكنة مع الراء ليس بينها حكم، هي إظهار شفوي، فبالتالي لا يوجد حكم، فظلت إنه بما أنه هذا يلفظ على ثلاث حروف فإن هذه تكون مخففا، لأنه هنا صاد الدال مع الحرف المتحرك ما في حكم، هنا النون الساكنة مع الحرف الذي بعدها نون والقلم والسطرون هي الأصل أن تكون إدغامها، ولكن بسبب الإظهار المطلق ممنوع إدغامها، فواتح الصور ممنوع تدغم في بعدها، هي حالة خاصة بنون وحالة خاصة بياسين، ياسين والقرآن الحكيم برضو في وراها واو مع أنها ساكنة لا تضغم، فبما أنها لا تضغم ما في إشي شد وراها، فمعناته هاي ظلت حرفي مخفف. لام راء، الميم والراء ليس بينهم حكم فبالتالي مخفف، اللام بس بمدها والراء أكيد حرفين بس ما حركتين عفوا.
عين سين قاف، هاي حالة خاصة، في حكم عين نون ساكن جاء بعدها سين في إخفاء، سين وقاف سين قاف صار الآن بدي أحط حكم كمان في إخفاء، الإخفاء لا يؤدي إلى أنه يصير الحاء مثقل، الإخفاء إن كان موجود حكم إخفاء موجود عين سين قاف موجود كاف هاي عين صاد موجودة، كاف هاي عين صاد موجودة، الحكم الإخفاء لا يؤدي إنه الحرف اللي بعده مشدد، ما هوش مشدد الحرف اللي بعده، أنا ببساطة بخفي بإني بعطي غنة حركتين ثم بدخل على الحرف اللي بعدها مفتوح، ففيش إدغام فيش تشديد فيش إشي، فبالتالي حتى الإخفاء إن كان موجودا بين فواتح السور ومثلها عين كاف هاي عين صاد بدي أعطي عين صا عين سي، طيب فما في حكم إخفاء لكن ليس مشددا السي بعدها في كفا عين صاد صا، فبالتالي لا يوجد حرف مشدد فبالتالي لا يوجد شيء مثقل، طيب فسمي مخففا لكون الساكن الأصلي غير مدغم خاليا من تشديد، غير مدغم بس حطي تحت برضه أيضا لا بأس أن يكون، لا بأس أن يكون في حكم إخفاء، إذا حطوها بس هاي ليش؟ لأنه قد يظن القارئ انه غير مدغم يعني ما في حكم، هناك في حكم يجوز ان يكون في حكم الاخفاء ولكنه لا يؤثر، فاذا بدنا نضيف تحت عين سين قاف بحطها حاولي احط سهم بين هاي الجمله وهاي الجمله، طيب وتحت كلمه غير مدغم خاليا من حركه اكتبي تحت غير مدغم اكتبي يجوز أن يكون هناك هناك حكم إخفاء، حكم الإخفاء مع عين سين قاف حطي جنبها كاف هاي عين صاد، طيب طبعا لما نحكي عن المدود بنحكي عن الحرف اللي فيه مد، المد اللي الحرف الذي ليس فيه مد لازم ما إلنا دخل فيه، احنا بنحكي عن الحروف اللي لاحظوا انه الحروف اللي فيها المد لازم دائما في فوقها حرف هاي المادة، لاحظين؟ فإذا أنت بدك تعرفي أوتوماتيكلي وكنت في امتحان وأشرت لك على هاي فيها هاي مد لازم بتقولي لها لا، ليش؟ ما فيش فيها حرف هاي الحركة الممدودة، هاي الحركة الممدودة موجودة في كل حرف يمد، راء برضه لاحظوا ما فيش هاي المادة فوقها معناته لا يمد، الألف لاحظوا ما فيش هاي المادة فوقها معناته لا يمد، طيب؟ هنا جينا على موضوع فواتح سورة آل عمران، هاي ذكروها هون وطبعا بفصلوها أكثر بالدورة التمهيدية، بس تنبيهي على ألف لام ميم آل عمران بصير إشي جديد، شو الجديد فيها؟ هي الحالة الوحيدة من فواتح السور اللي بعدها الحرف ساكن، هنا همزة وصل في لام هنا مدغمة في اللام الثانية، فبالتالي في ساكن في شدة، طيب فالساكن هذا التقى مع ساكن هذا بدنا نغيره، وجب إن نغيره، فكيف يتعين ذلك؟ طبعا على اي وجه احنا بنحكي؟ على الوجه اني انا ناويه اوصل هاي الايه بهاي الايه. انا ناويه اوصلهم، ما اوقف على سنه من راس الايه اقف عليه. فاذا هي وجه خاص بس بالوصل، بالوقف بتضلها زيها زي الالف لام ميم الثانيات، ما فيها اي خصوصيه. عند الوصل صار في مشكله بسكون مع سكون. ميم ساكنه ما ليس لها محل من الاعراب. والساكن اللي بعدها لازم نتخلص منها، فكيف هي حالات الوصل؟ لما بعدها يتعين فتح الميم. بطلت ساكنه فتحت. طيب؟ وهنا يجوز فيها وجهان. صحيح موضوع كيف انه المظهر والسين الاخفاء، حالات اللي فيها اخفاء جابوا لكم اياها طاسين منهم. تفتح الميم للتخلص من تقاء السكين، هنا اللي بيشرحوا لنا ليش اختاروا الفتحه؟ اختاروا الفتحه دون غيري من حكايات اتبع للروايه هي اولا. والفتحة أخف لمحافظة على تفخيم لفظ الجلالة، لفظ الجلالة نبدأ فيه بالمفخم فمحافظ عليه، توالي وكراهة توالي كسرات، ما الكسرات المتوالية في كلمة ميم فيها كسرات كتير، فإن أجيب كسرة بالفعش لو كسرت هتصير ميم في ياء ساكنة وبعدين كسرة بعدها صعبة، فإذا صار في أكثر من سبب. لاحظوا هون بتحطي واحد اتباع للرواية، هاي حاولي نقطيها لأن كتير هذا السؤال بيجي في علم علل اختيار الفتحة في التخلص من تقاء السكنين في بداية فواتح سورة آل عمران عند الوصل، واحد اكتب اتباع الرواية هاي واحد، اثنين الفتحة أخف الحركات، ثلاثة محافظة على تفخيم لفظ الجلالة، أربعة توالي كراهة توالي الكسرات لو كسرت،
وقال إن حركة الهمزة في لفظ جلالة نقلت إلى الميم، هي السبب الخامس إنه فيها عملية نقل، هي مش موجودة بروايتنا، السبب الخامس موجود في الروايات الأخرى إنه هي همزة نقلت على ما قبلها. وهذا بناء على إثبات الهمزة لفظ الجلالة وصلا أو افتراض إثباتها. طيب، فكأنه الهمزة انتقلت، حركة الهمزة عند الابتداء انتقلت لهون، بس هي عند غير روايتنا. بس هي التفصيل الخامس، لماذا اخترت الحركة؟ هذا سؤال كثير بيحبوا يجيبوه الامتحانات، حاولوا احفظوا هذا الأسباب الخمسة بشكل واضح. طيب، هاي الأوجه الآن بالتطبيق. أنا لما أجي بدي أطبق الآن، ماذا أفعل عند التطبيق؟ أقول تمد الياء في كلمة ميم حركتين فقط عند الوصل، بس بدون أي مد، وهذا الوجه هو المقدم. طيب، أو أمدها 6 حركات ثم أفتح ثم أدخل في كلمة الله. طيب، مفخمة، لام الجلالة مفخمة، هون لام مفخمة، حالتين مفخم، بس الفكرة إنه هون شو صار؟ هاي الميم إما حركتين أو 6 حركات، والفتحة عرفنا الـ5 أسباب إلها. أما عند الوقف عليها، عند الوقف خلاص راح الساكن اللي بعدها، فراح كل مشاكل التخلص من التقاء ساكنة، إنه بنرجع لوجه الإشباع في حالة واحدة ما في غيرها. طيب، فإذا من غير هاي حركة عارضة فقط عند التقاء ساكنين وعند الوصل. ووجه القصر المد إنما وجب في التقاء ساكنين ليفرقوا بينهما. هون ليش قصرنا في حالة الوصل؟ لأنه هاي برضه وجه القصر أن المد إنما وجب في التقاء ساكنين ليفرقوا بينهما، وقد تحرك الساكن هنا فلا يجب الإشباع، بطل لما حركناه بالفتحة بطل ساكن، فراح سبب الإشباع لذهاب سبب المد وهو السكون. هاي لماذا بروح، ليش في وجه بالحركتين؟ لأنه راحت السكون اللي هون، فما في داعي إني أعملها. لكن في وجه، ما زال وجه السبب، ما زال هناك وجه آخر والمد السبب. طب هيك احنا خلصنا جميع موضوع المد اللازم، وإن شاء الله نلتقيكم في الفيديو القادم مع المد الذي بعده وهو المد العارض للسكون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.